طبعاً هذا الماسك يا جماعة يجنن. أنا زينة اليوم راح أقدم لكم طريقة شلون نقدر ننظف بشرتنا من البيت وبطريقة كلش سهلة. خلينا نشوف المواد اللي راح استخدمها اليوم. المواد اللي راح استخدمها اليوم عندي هذا من اليوسيرين، هذا نظف البشرة طبعاً كلش حلو على البشرة، يعني ما يحرق العين همينة. عندي هذا اليوسرين همين ايضا غسول البشره، طبعا هذا فوم برغوه، بس اني انصحكم انه تنظفون بشرتكم كلش زين بعدين تستخدمون هذا لانه ما يشيل المكياج 100%. هذا من لاروش بوسي، هذا همين غسول همين حلو خفيف همين على البشره. وعندي هذا من نيتروجينا، هذا ديب كلين، هذا همين ماسك، يعني 2 in 1 غسول وماسك، تقدرون الماسك تخلوه دقيقة على البشرة طبعا يجنن، يعني أنا أنصحكم تشترونه لأنه همينة يعني سعره كلش زين ومناسب ورخيص، مو كل شيء بالغالي. أوكي زين، عندي هذا السبراي، هذا سبراي الوجه يهدئ البشرة. نيجي على أهم فقرة اللي هو السيروم، هذا السيروم من لاروش بوسي طبعا ما أقدر أوصف لكم إيش قد هو رائع، يعني رائع 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 جدا. هذا البي 5 يرجع رطوبة البشرة اللي تفقدها خاصة بالشمس بالشتاء، يعني بالبرد احكم تجربونه. وعندي هذا همينة هو من ايضا من لاروش بوسي، هذا فيتامين سي يقلل من ظهور التجاعيد على البشرة. هاي الوصفة عبارة عن قطعة افوكادو كلش صغيرة، تهرسيها زين وتخلين عليها ملعقة عسل وحباية سبيرولينا اللي هي هاي حباية السبيرولينا، صراحة أشوف لكم إياها شلونها. طبعا هاي حبوب السبيرولينا طلعون واحدة وتطحنوها وتخلطوها ويا هاي الخلطة، طبعا تخلوها على البشرة ربع ساعة أفضل شيء. عندي هنا جهاز البخار مع الوجه، طبعا أنا أفضل أنه تستخدمون يعني جدرية أو مثلا طاسة، خلي نقول تحطون بيه مي حار وتجيبون خالي، أفضل من هذا الجهاز وأسرع. هسه بدأ البخار يتصاعد، طبعا انتظرت 4 دقائق، لا 3 دقائق. يا دل فديحة مجناجل، يا دل جلسم حناجل تقريبا، لأنه يطول مثل ما قلت لكم. راح أنظف بشرتي مثل ما قلت لكم، هاي كمين نمسح كل شيء تمام. بعد ما بخرت وجهي تقريبا 5 دقائق راح أخلي شوية من هذا الغسول اللي قلت لكم عليها أبو الرغوة، وهمينا أبخره شوية. خالي طبعا جيبون خالي شوية رطب، أوكي يكون دافي، تمسحون بيه كل الرغوة اللي كانت موجودة على وجهكم، بس هي ما راح تبقى رغوة، راح تأخذ بس ماي وراح تشوفون الفرق. هسه راح أستخدم الغسول الثاني اللي هو هذا حتى نفتح بس المسام حتى نقدر نشتغل على وجهنا بعدين. همينا لا تنسون الرقبة وهمينا تبخروها في الدقيقة. ثم هسه راح نمسحها، مثل ما تشوفون وجهي كله صار ماي بسبب البخار. اوكي تمام، هسه نجي على الخطوة الثانية. بما انه اني غسلت وجهي مرتين بالغسولين اللي شفتوهم وبخرته ايضا مرتين، هسه راح اجيب، بما انه المسام هسه مفتوحه، راح انظف بشرتي بهاي الاداه، بس يا جماعه عقموها اوكي حتى الحبوب اللي بوجهكم ما تلتهب. بس اني راح انظف بشرتي، راح ابدي انظف. عندي هنا مرايه دا اشوف، طبعا هالمرايه 5 مرات كبيره يعني تطلع القضاء والمضى اوكي تمام. طبعا هنا تلزمون قطنه ودائما تنظفون الراس. اوكي راح نظف بشرتنا بحيث يجي نطلع الحبوب ان شاء الله الوجه، يجي نقطون قطنه اوكي بعدين نظفها، راح نحطها بين الجهه الثانيه يمينه خلاص نظف بشرتنا. وهذا الوجه الثاني هذا اسهل اوكي، نجي هالشكل من فوق اوكي، بعدين يمينه نظف بشرتنا من فوق خاصه من الجهه فوق يمينه. لا تنسون لازم تشربون مي اوكي. هسه راح، بما انه نظفت بشرتي، راح اجي هسه لهذا الماسك، راح اخليه تقريبا دقيقة، خلي على ايدي هاي الكمية كلش كافية. ابتعدوا عن العين. 1 minute 37 seconds later. هسه راح اجي اشيل الماسك، هسه راح ارش بهذا المي اللي قلت لكم عليه. اوكي نشفت وجهي بالكلينكس،
وراح اخلي هسه الماسك طبعا كله اخضر، فقلت خليها احمي القميص مالتي حتى ما يتوسخ. وديروا بالكم تخلون على يدكم لان راح يصير شويه لون اخضر، او اذا عندكم فرشة تقدرون ايضا توزعوه على البشرة. طبعا هذا الماسك يا جماعة يجنن، صح ريحته مو طيبة بس شو اسوي، يعني يسد المسام وينطي نظارة مو طبيعية. راح ابخر وجهي ويا الماسك تقريبا ايضا دقيقتين، وبعدين ابقيها ربع ساعة على وجهي. اوكي، ما احنا نقول وجهي لو وجهي، لا أنا أحاول كما قلت أن أسهل اللغة على من يتعلمها، فأنا لغة جميلة وسهلة. سهلة؟ يشهد لك علم النحو. أوكي، راح نخلي هسه السيروم طبعا راح اخليه هنا على ايدي. بليز ايدكم لازم تكون نظيفه، وزعوها على السريع على الوجه حتى لا تبقى على اصابعكم. تقدرون تخلوه على الشفايف همينه مثل ما قلت لكم يرجع الرطوبه. خلي بعد على الرقبه اختاريت الانتي ايجينج سو على الليفل 1. طبعا هاي اللي تخلون هنا على الغده، بس هنا تقدرون تخلون على الاطراف. اوكي اوكي تمام. هسه راح نخلي الكريم تحت العيون. طبعا زوجي قال اشبه نيتري بفيلم افاتار، وابني قال اشبه فيونا بفيلم شريك. خلوا لي بالتعليق بالماسك ها مو بالحقيقه اشبه منو بيهم، وكتبوا لي شنو اكثر شيء عجبتوه، اكثر شيء حبيتوه بالفيديو. طبعا التغيير راح يبين خلال من باكر للأسبوع، راح يبين على البشرة، راح تشوفون المسام كلها ظهرت وصارت أنقى وأصفر. يلا باي باي باي.